أصدقائنا العزاء، نحن الآن في مجمع كيغار الرهباني في أرمينيا. أخوانك على الهواء مباشرة مع أرارات للسياحة. أجمل رحلة وأحلى شركة سياحة. الله يرضى عليك. شيء رائع وجميل جدا. الأخت أيضا على الهواء مباشر. أجواء رائعة، مبسوطين، جبال وكنائس ترانيم رائعة. ترانيم حلوة. معظم سواحنا زاروا هذا المكان، واللي زار أرمينيا متأكد 100% زار مجمع كيغارد الرهباني. هذا المجمع اللي تم نحته في الصخور قبل قليل. طبعا كنا بالداخل هنا، فرقة الكورال التابعة الظاهر للكنيسة أدوا بعض التراتيل الدينية وانتهوا. هسه عندهم كاسيتات، ديسكات الأصح، عارضي هنا للبيع للعروض اللي أدوها. طبعا هذا الموقع يعتبر أسطورة في الهندسة المعمارية الأرمينية. هذه الصخور كلها نحتت وحولت إلى مجموعة من الأديرة. في هذا الدير كان يحفظ كيغارد رأس الرمح الذي طعن به السيد المسيح وهو على الصليب. كيغارد معناه رأس الرمح، وعلى أساسه تم تسمية هذا الدير دير كيغارد، دير القرون الوسطى. هنا بالداخل طبعا حاولت أن أنقل لكم مباشر من داخل الدير، لكن للأسف ما ممكن. احنا سبق وان قدمنا ايضا تقرير مفصل حول هذا المكان، ممكن ان تتابعوا على اليوتيوب من خلال قناتنا أرارات للسياحة. شوف هذا ايضا جبل او جزء من الجبل، صخر منحوت. تعرض هذا الموقع الى غزوات، واحدى الغزوات كان يقودها تيمور لينغ. عندما اقتربوا من هذا المكان أحد الجنود تكلم مع تيمور لينغ، قال له: سيدي، أنا أعرف بأن في هذا المكان يوجد رمح أحد القادة الرومان. تيمور لينغ أعطى الأمر للهجوم وغزو هذا الكنيسة، هذا الدير. عندما دخلوا الكنيسة وجدوا فعلا رأس الرمح الذي طعن به السيد المسيح كيغارد كان موجودا داخل الكنيسة وفوق الهيكل. اقترب منه بعض الجنود ليرفعوه. اللي حصل هو أن تدلت أيديهم كالحبال ولم يتمكنوا من ملامسة الكيغارد. اقتربوا آخرون، فقدوا بصرهم من قوة الضوء الساطع الذي خرج من الكيغارد. تفاجأ تيمور لينغ ورمى خوذته وركع، ركع بالدير، ولم يتمكنوا من أخذ الكيغارد المقدس. هذه القصة أنا لم أؤلفها ولا أرارات للسياحة ألفتها، هذه الواقعة، واقعة تاريخية ومشهودة لها. الآن الرمح أو رأس الرمح كيغارد موجود
في كاتدرائية إيش مياسين في أرمينيا، في متحف كاتدرائية إيش مياسين، وأنا فخور جدا لأنني زرت المتحف وشاهدت الكيغارت وأعدت تقرير خاص حول الموضوع، أيضا يمكنكم متابعته على اليوتيوب تحت عنوان كيغارت المقدس. يسعدنا أن نرافق أي مجموعة تزور أرمينيا لأغراض السياحة. كلامي واضح أعتقد. هناك مجاميع يأتون إلى أرمينيا لقضاء الوقت في المراقص والملاهي، فأرجوهم أن يبحثوا عن غيرنا. أما اللي يريد يزور أرمينيا لأغراض السياحة نستقبله برحابة صدر وميت أهلا وسهلا به. هذه الجبال المحيطة بالدير والدير نفسه، وخارج الدير وادي ونهر آزاد، كلها مسجلة في اليونسكو على اعتباره أحد المعالم الأثرية في العالم. فقط أريد أن أضيف بأن السواح اللي تشوفوه أمامكم مو كلهم مسيحيين، ثقوا بي، من كل الطوائف كل الأديان يزورون هذا الموقع المقدس، إن كانوا إسلام إن كانوا مسيحيين إن كانوا يهود إن كانوا صابئة إن كانوا بوذيين، الكل يزورون هذا الموقع على اعتباره معلم أثري أو أحد المعالم الأثرية بالعالم. دير كيغارت، دير القرون الوسطى. أرمينيا تعتبر أول دولة بالعالم تعتمد الديانة المسيحية كدين رسمي للدولة في عام 301، وقبل هذا العام أي قبل عام 301 كانوا يعبدون الشمس وكانت دولة وثنية، لكن بعد حدوث المعجزة اللي تحققت على يد القديس كيركور المنور وقام بشفاء ملك أرمينيا الملك درتات الثالث، الملك الوثني الذي كان يضطهد كل رجال الدين المسيحيين وكان يقتلهم ويسجنهم ويعذبهم، تم شفاؤه على يد القديس كيركور المنور بعد معاناته من مرض عجزة الحكماء والسحرة من علاجهم، فقبله بعد أن عاقبه القديس كيركور المنور وسجنه في خور بيراب لمدة 13 سنة 13 عام دون أن يقدم له الطعام أو الشراب ودون أن يقدم له أي نوع من المساعدة. بئر عمقه 6 متر في الصحراء، والآن نحن أدخلناه في أحد الفقرات اللي نزورها خلال جولاتنا. كانوا يرمون المتهم حسب رأيهم في ذلك المكان، وكانت المنطقة مليئة بالأفاعي والحشرات السامة إلى أن يموت. حسب مقاومته يعيش يوم يعيش يومين يعيش أسبوع أكيد راح يتوفى، لكن بقدرة رب العالمين القديس كيركور المنور بقى في هذا البئر خور بيراب 13 عام بقى في البئر دون طعام أو شراب، وحسب الأحاديث المنقولة متناقلة يقال بأنه كانت امرأة بين فترة وأخرى
تعبر من هناك تمر وتناوله بعض الطعام. حكمة رب العالمين هو أن يبقى هذا القديس على قيد الحياة، وبعد مرور 13 سنة يأمر الملك بإخراجه، لأنه رأى في حلمه بأن لا شخص يستطيع أن يعالجه من مرضه إلا القديس كريكور المنور الذي هو سجنه في خور فيراب. وفي الصباح عندما نهض الملك من نومه روى حلمه لأخته وقال: أنا حلمت بأن لا شخص يعالجني إلا القديس اللي احنا رميناه بالسجن في خور فيراب. طلبت أخته منه أن يخرجه من البئر ليعالجه، إلا أن الملك لم يكن يتوقع بأن القديس ما زال على قيد الحياة بعد مرور 13 عام. بعد أن ترجت أخته قام الملك بإرسال حراسه إلى البئر الذي سجنه، وإذا القديس كريكور المنور على قيد الحياة. أخرجوه من البئر وجلبوه إلى الملك. الملك طلب منه أن يصلي عليه أو يعالجه. روى للقديس حلمه، القديس خضع لأمر الملك ووافق أن يؤدي صلواته على ملك درتاد الثالث. الملك بدأ يسترد عافيته يوم بعد يوم، وإذا بالملك يعود إلى رجل طبيعي خال من الأمراض. استغرب الملك وسأل القديس عن الديانة الذي يعتنقه. ما الديانة التي تعتنقه ولمن كنت تصلي؟ أجابه القديس كريكور المنور بأنه أدى صلواته إلى سيدنا المسيح وإلى رب العالمين. خشع الملك وبدأ يتعذر من القديس ومن الاضطهاد الذي تعرض له بسببه، وقال: سوف أبرئ ذمتي باعتناق الديانة المسيحية، وسوف لن أكتفي بذلك، سأجعل الديانة الرسمية لأرمينيا الديانة المسيحية. وبذلك تحولت أرمينيا في عام 301 ميلادية إلى دولة مسيحية، أي تعتنق الديانة المسيحية كدين رسمي للدولة. وبأمر الملك بدأوا يهدمون كافة المعابد الوثنية، وبدأوا ببناء الكنائس أماكنها. أصدقائي الأعزاء، أشكركم للمتابعة، وسوف أتوقف من النقل لأننا سننتقل إلى مكان آخر، وحسب الإمكانيات إن تمكننا سوف ننقل لكم جولتنا لهذا اليوم مباشرة. أنتم مع أرارات للسياحة من أرمينيا.